تحت شعار ورتل القرآن ترتيلا، نظم الاتحاد الوطني للحركة الجمعوية والمجتمع المدني مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالمركز الثقافي محمد اليزيد بدائرة الخروب ولاية قسنطينة، بمشاركة لأطفال من المدينة الجديدة علي منجلي ولاد رحمون ودائرة الخروب تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات إلى 13 سنة. المسابقة تدخل في إطار الاحتفاء بيوم العلم وتشجيعا لهذه البراءة التي تعطرت ألسنتها بكلام الرحمن. وبالموازاة مع ذلك، نظم الاتحاد الوطني للحركة الجمعوية والمجتمع المدني معرضا للألبسة التقليدية. السيد لاور عبد الحق رئيس مكتب إقليم الجلي للاتحاد الوطني للحركة الجمعوية والمجتمع المدني، احنا قمنا بمبادرة يوم 16 أفريل، وهذا الافتتاح اليوم اللي قمنا بمعرض للحرفيين على مستوى دوائر الجهة الغربية. وهذا المهرجان بمناسبة 16 أفريل عيد العلم، بالمناسبة اليوم درنا المعرض اللي راكم قاعدين تشوفوا فيه، ودرنا مسابقة على القرآن، ارتيل القرآن ترتيله، وعندنا غدوة بين الثانويات، وعندنا مباراة في كرة القدم النهائي. إذن هو معرض لأجمل الألبسة التقليدية القسنطينية وأجواء إيمانية ربانية وقفنا عليها بالمركز الثقافي محمد اليزيد، على أمل أن تتكرر مثل هذه المبادرات التي تشجع على حفظ كتاب الرحمن، فخيركم من تعلم القرآن وعلمه.